مجموعة من إما شركات أو من الفاعلين لتحضير كل هذه تحضير كل هذه المنافذ، سواء المتعلقة بالمؤتمر في حد ذاته بجانبه منفذه العلمي ومنفذه التنظيمي، أو المتعلقة بالموائد المستديرة التي ستنظم على هامش أو بشكل موازي للمؤتمر. المؤتمر سنوظفه لذلك، سنوظفه بطبيعة الحال من أجل الإشعاع ديال بلادنا أولا وديال مدينة الرباط. من بعد هذا المؤتمر إن شاء الله مدينة الرباط غتولي محطة تاريخية، محطة من المحطات التاريخية لهندسة مستقبل المدن في القرن 21. غيولي يبدا يتقال مرجع الرباط. هذه نقطة أساسية بالنسبة لكل القضايا، القضايا اللي متعلقة الآن مثلا بالانتقال من الطاقة الكلاسيكية إلى الطاقة الحديثة، للتقنيات الجديدة لحل المشاكل النظافة، التقنيات الجديدة ديال الكهرباء، التقنيات الجديدة السكن، هادشي كله. إذا ثم هذا النقاش الكبير الذي تحدثت عليه بين العالم والحكومات المركزية والحكومات المحلية، لأنها متعلقة كذلك بمسار الديمقراطية، متعلقة بمسار الديمقراطية في بلداننا. الحركة ديال التمدن السريعة اللي تتعرفها الآن خاصة إفريقيا، فمثلا الوتيرة الآن ديال التمدن في إفريقيا سريعة جدا. ما حدث طوال قرن يحدث في إفريقيا في 25 سنة، وهذا مرتبط بالأساس بالهجرة، دون أن يرتبط ذلك بوتيرة متقدمة للنمو. وهذا هو الذي يجعل بأنه المدن الإفريقية تواجه عدة صعوبات في تجهيزاتها، في أوضاعها، في حضور الفقر داخلها إلى آخره. فإذا ولكن هذا العنصر. العنصر الآخر هو أننا نعيش في عالم أصبح معولم تماما، أي أن لا أي بلد لا يمكن أن يعتبر نفسه مستقلا، بل هو مؤثر. ومحور العولمة هي المدن الآن، لأن إذا كانت هناك مدن قادرة منيعة لها جاذبية ولها قدرة التباري، فالبلدان وراءها تكون عندها قدرة التباري، وإذا كانت هشة وضعيفة بطبيعة الحال هذا يؤثر سلبا على وضع البلدان بصفة عامة. فإذا المدن هي الآن محور كل شيء. انطلاقا من هذا مطروح الآن الموقع ديال الحكمة المحلية. طبعا في البلدان المتطورة عنصر الحكمة المحلية وقع تقريبا حله بين في إطار نوع من التفاوض المستمر خلال عدة عقود بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية. في البلدان الإفريقية مازال هذا العنصر، خاصة أنه وسائل التمويل غير موجودة عند البلديات وعند الحكومات، سواء تعلق الأمر بالتمويل عن طريق الضرائب أو إمكانية رفع القروض أو إمكانية استعمال كذلك إمكانيات العقارية التي تملكها المدن. وهذا هو الذي يجعل بأنه النقطة الأساسية في هذه البلدان تتعلق أولا وقبل كل شيء باختصاصات سياسية والمؤسسية للمدن، ووراء الاختصاصات إمكانية التمويل، إمكانية التمويل. فمثلا كاين البلدان الآن المتطورة اللي فيها الحكومات المحلية تتمثل حوالي أحيانا 30 حتى 40%
من الموارد الوطنية. كاين العنصر بحال المغرب 10% مثلا، كاين بلدان إفريقية اللي فيها 2% فقط أو أقل. إذا هذا هو. وفي نفس الوقت الظاهرة ديال العولمة تجعل بأنه العالم اليوم هو عالم معولم وعالم كذلك ديال الأقطاب، بولاريزي ديال الأقطاب، يعني حتى البلدان ماشي هي التي تسير، الأقطاب التي تسير. هو اللي تجعل بأنه حاليا مفروض أنه الحكومات المحلية أن تساهم في النقاشات المتعلقة حول تطور العالم. هذه النقاشات تطور العالم في المستقبل بجانب ممثلي العالم أي الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية العالمية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وبجانب الحكومات المركزية. إذن هذا الثالوث والمنظمة عندها هذا الطموح، لذلك هي تسعى إلى تقوية موقعها داخل الأمم المتحدة. وكاين هذا النقاش، وطبعا في هذا الإطار كاين واحد الملفات الآن مفتوحة، وخاصة ثلاث ملفات تهم في نفس الوقت البلدان وتهم المدن. الملف الأول هو ما يسمى بمستلزمات ما بعد 2015، لأن كانت مستلزمات إلى غاية 2015 التي قررت فيها واحد لي زونغاجمون، واحد المستلزمات بالنسبة للقضايا التنمية، والتي عرفت واحد الضربة مع الأزمة الاقتصادية اللي نرجع لها فيما بعد. وكاين العنصر الثاني ما يسمى بريو زائد 20، هذا الموضوع هو الذي يهم قضايا البيئة، قضايا الطاقة، الانتقال في مجال الطاقة والانتقال في مجال البيئة إلى آخره، والانتقال الديموغرافي. وكاين الموضوع الثالث وهو موعد اللي يكون في 2016 ما يسمى بأبيتا 3، أي الاجتماع السكن الثالث اللي فيه قضايا اللي تتهم مشاكل السكن، مشاكل السكن، مشاكل التعمير، هي مشاكل مدن القصدير، هي مشاكل لا توازن داخل المدن. إذا هذه القضايا المنظمة العالمية للمدن مطالبة بأن يكون لها حاضرة، أن تكون لها حضور في الأجندة متاعها، في الأجندة متاعها من خلال هذا المؤتمر ديال الرباط. غيكون واحد الموعد، واحد الموعد أساسي في التفكير في كل هذه القضايا.